ضوي قلبك، خلي الضوء يوصل لروحك جوا ابتداء من اليوم ولغاية 20 الشهر، رح تكون كلها متوجة بضوء القلب اللي هو شعار 3 أسطح بيروت. رح تشوفوا فيديوهات، رح تشوفوا ناس عم تحكي، ورح تسمعوا وتقشعوا قصص أبطال تتعرفوا عليهم من خلال صفحاتنا وصفحات سطح بيروت. معكن ومن خلالكن كلنا سوا رح نضوي القلب. ليه نضوي القلب؟ لأنه وقت اللي منحس إنه نحنا عم نعطي في شيء هيك بشرقة جوا براسنا وبقلبنا وبعينينا، وقت اللي منحس إنه ضحكنا حدا منحس إنه عن جد في نور راح على كل جسمنا. نضوي قلبنا هو شيء كتير حلو، لأنه بيقولوا قلبه عوجه هالشخص. تعرفوا ليه؟ لأنه بيكون بقلبه في ضوء سلام، محبة، مساعدة، فرح، حب، كلها بتخلي القلب يضوي. ضووا قلبكن معنا وكونوا كتار بـ3 سطوح بيروت 2023.